أنا رشا دندشي من سوريا من حمص. صار لي عايشة بالدوحة 16 سنة. درست هون بجامعة قطر، درست الإعلام. بالنسبة لشغلي وبالنسبة لدراستي الدوحة كتير عطتني. حلاوة قطر إنه متضمنة كتير من الجنسيات وكتير من الثقافات، كلهم على روح وحدة. أي حدا بعيد عن بلده بحس بهاي الغربة الصعبة اللي بتقعدي بتفكري أيامك أول وبدك ترجع بلادك، بس هون الحمد لله رب العالمين ما كتير بتحسي بهاي الغربة. أما كيف منقضي يومنا، فطبعاً الصبح بالشغل، بعد الظهر مع الأولاد بالمطبخ، منغديهم مندرسهم مننيمهم ومنطلع عاد. عاد هون البسط، تنسي كل همومك لما بتطلعي مع رفقاتك. يعني أغلب الأوقات أنا وصاحباتي إذا حبينا نطلع في عدة أماكن، بس أكثر مكان منتوجه له هو سوق واقف. من أجمل وأروع الأماكن اللي أنا بحبها هو سوق واقف. يعني المكان اللي بيحسسك بالحميمية وبيذكرني صراحة بعراقة سوريا والبنيان تبع سوريا، كتير كتير في قرب من سوريا. حتى التسوق أنا بحب إجي وأتسوق بسوق واقف من جميع الأشكال، من الأمايش الجميلة المختلفة، يعني في عدة أشكال وألوان من الأمايش الحلوة، للبهارات اللي خاصة فيه بالمطبخ أنا بحب جيبها من سوق واقف لأنه متميز ببهاراته الطازة، بجيبها وبطحنها عندي، الصراحة ما بتتواجد إلا هون بسوق واقف. حلاوة قطر شو ما بدك بتلاقي. صار في كتير بريتي يعني. ايه فعل يعني جد ما بتحس بالغربة. ما بعرف شو بدنا نطلب يعني. نادي الجرسون العربي وينه؟ الجرسون اختفى. شيء طبق يومي مميز، اكلات جديده صرنا زمان ما اكلناها. عندي اللحمه بالصينيه. والله هلا كنت عم بقول لصديقتي انه مشتينا وانتم مشهورين فيها. في شحات على العجين، بس في حشاميه وبندوره ودبس الرمان. في حشاميه، لا دبس الرمان كبه طيبه طيبه. تصدقوا يا صبايا انه مثل هالايام بصير لي 16 سنة داخل الدوحة.
16 سنة يا الله. الأيام كيف مضت عن جد، ولا حسيت، كأنه منام، كأنه حلم. يا أختي لما تكوني مرتاحة وحاسة حالك ببلدك وبمنطقتك وبين ناسك، يعني ما بمر الوقت ما بتحسي فيه. متخيلي أنا كمان صار لي 10 سنين يا الله على عمر. جيت لهون كانت عيوشة عمرها 3 سنين. حبيتها كثير. إيه عن جد بيتعلق الواحد فيها، بتحسي خلص متل من هيك أمان وكل شيء متوفر. صح. وشوفي بدي أقول لك كمان، يعني رتم الحياة هون حلو، اجتماعي، كوزي، يعني بتحسي حالك عائلياً، ما فيها الضجة الصاخبة، هالعجقة، البلد مريحة، بناسة طيبين. يعني بالذات أنا أول فترة أول ما جيت كتير حسيت إنه بدي مساعدة، بدي كذا. يعني بتحسي حتى الشعب متعاون، بتفوتي على المول بيحترمك، بيفتح، يعني بتحسي فعلاً إنه ما بتحسي بشوك أول ما تجي على البلد. من أكثر الأماكن اللي بتعطي، اللي عندها وسع بموضوع أي بنطاق الشغل هي هون. يعني ليكي حبيتي تشتغلي ب، حتى الناس اللي ما عندهم شهادات، اللي عندهم مهن، يعني مخصصين أماكن. صحيح. ومعارض خاصة يعني لأصحاب المهن المحدودة. بتذكر إنه كان الوالد يعني كتير ما يحبني أتأخر لأوقات متأخرة بالليل كذا، إنه بخاف تعفي عجقة وكذا. طبعاً. وهذا هون الحمد لله بتحسي هاي الشغلة يعني عن جد جيدي. صح. هون يعني تقدري تضلي لوقت متأخر بالليل. اي والله بتعرف، بتصدقوا بتأمنوا بالله انه باب بيتي ما بقفله ولا أنا والله العظيم ما بقفله الا وقت النوم، يعني هيك بس، حتى مرات كتير بكون ناسي. صح. ما بقول لك لهيك انا يعني ما بريد ارجع هالعشية، انه هذا حفقت كل هالنعمة اللي عايشة فيها. أنا بنان كالو، سورية الأصل، تولد أنا إسبانيا، ولداني بإسبانيا، وعشت بسوريا، تزوجت لسوريا، عندي 3 أولاد، الأكبر فيهم 13 سنة، الوسطانة 9 سنين، والصغيرة 2. يجينا على الدوحة من 4 سنين وقت بلشت الأحداث بسوريا، وزوجي طبيب لقى شغل هون، ومستقرين والحمد لله. تعرفت على رشا من أول ما أجيت على الدوحة من 4 سنين، وكتير محظوظة، بعد حالي محظوظة إن تعرفت عليها. هي عرفتنا على البلد واحتضنتني وصار تأخذني وتجيبني وتدلنا وين الأماكن نخرج روح عليها. بصراحة كتير يعني هي إنساني طموحة وإلى لهفي. أنا مي البارودي، من سكان الدوحة من 2007، بشتغل بشركة مواد طبية، وعايشة مع زوجي وعندي 3 أطفال أعمارهم 10 سنين و7 سنين و5 سنين. الحقيقة من أجمل الأيام اللي قضيتها هي من 2007، حسيت بالاستقرار فعلاً لأني تنقلت كتير أماكن. أنا من سوريا، من منطقة اسمها حما. صراحة بالدوحة لقيت كتير شبيه للكلتشر ببلدي، مشان هيك حسيت بالراحة، حسيت بالاستقرار، كونت أصحاب. بعرف رشا من تقريباً 6 سنوات. رشا من الأشخاص اللي عندهم طاقة خلاقة وإبداعية الصراحة، وبتعطي طاقة إيجابية للإنسان. طبعاً غير طلعاتي مع رفقاتي وصاحباتي، في أهلي واللي إلهم الدور الأكبر والحصة الأكبر بحياتي. طبعاً متزوجت هون، تزوجت بالأحرى بسوريا وإجيت على الدوحة. زوجي مو سوري، زوجي أردني، خلفت أولادي هون. وطبعاً أبداً ما نون حاسين إنهم بغربة، حاسين حالهم ببلدهم اللي هني ولدوا فيها وتربوا فيها. ابني الكبير ما شاء الله عمره 15 سنة، بنتي صغيرة 5 سنين. ومثل ما أنا تعلمت هون بقطر، كمان ولادي تعلموا هون بقطر. مستوى التعليم رائع، الاهتمام بالطالب كتير منيح. شو الأخبار ماما؟ كيف الامتحان اليوم هذا؟ شو؟ تمام يا ماما، إن شاء الله حجيب العلامة الكاملة. أكيد إن شاء الله، خلصت نص الوقت كمان. برافو عليك ما شاء الله حولك. وأنت ماما كيف الامتحان اليوم؟ الحمد لله ممتاز. ها أكيد؟ شو أكيد التعب راح يروح الفاضي إن شاء الله يا رب. الله يوفقكم، دقشوا عالضوماتي. يلا شلحوا تيابكم ماما لبين ما جهز لكم الغداء. أوه.
مثل ما انا الي رفقات من جميع الجنسيات، كمان هن لهم رفقات من جميع من مختلف الجنسيات وكثير مبسوطين معهم. انا اسمي هادي وائل مقابله، مدرسه الرازي وصفي الصف الثامن. هواياتي المفضله اني التصوير والتمثيل، وكمان انه ان شاء الله لما اكبر اصير مهندس. تو اوبشيني هيك رنا حبيبه قلبي، رنوني اخر العنقود، دائما بتحب تشوفني شو عم بعمل وتجي لجنبي وتعمل مثلي. حتى بالمطبخ على فكره رنوني شطوره كثير بالمطبخ، وكثير بتعرف تضيف ضيوفها ورفقاتها، صح مامي؟ انا عبد الروف المقابله. انا طبعا صار لي عايش في قطر من اول ما انا انولدت هون، وطبعا انا يعني امنيه حياتي اني اطلع دكتور طبعا، واختصاصي انه اطلع جراح، وان شاء الله جراح مخ. بحب اعرفكم على جارتي حبيبه قلبي شدوني، الي 4 سنين جارتي، وعلى الماما حبيبه قلبي كمان الي كمان جاي تقريبا شي 6 سنين. أنا شادن سمعنا، إلي بالبلد 13 سنة. صراحة يعني أنا محظوظة إني أجي على هاي البلد. يعني أول إشي شغلتين، أول إشي إنها بلد كتير قريبة لقلبي. يعني أول إشي لما أروح على عمان كتير بكون بلهفة إني أرجع هون، بكون مشتاقة للبلد الثاني اللي هو قطر. أنا من الأردن وبشتغل معلمة في مؤسسة قطر فاونديشن، وذكرت السبب الأول. هلا السبب الثاني صراحة علاقتي برشا، بعتبرها يعني أختي. صدقا أنا ما عندي خوات، بس هي أختي بالبلد، بعتبرها الفزعة والفرحة. يعني أي شيء بكون بدي إياه بلجأ لها بتلبيني، وبنفس الوقت فرحتي بالبلد. يعني أي مناسبة أي جمعة سواء بفرح، والله يبعد الأتراح. يعني ما كان في كتير، بس إحنا خواته أكتر. ما بكون مكتئبة وداي أخلاقي والصراحة وما عارفة شو بدي أعمل، فوت عاد على مملكتي على المطبخ. يا عيني، وأحلى شيء لما بتفوتي على مطبخك وتطبخي الطبخات الطيبة اللي بحبوها أولادك ورفقاتك كمان. وأكيد من أكثر الطبخات اللي بطبخها هي جاي من مطبخنا السوري، ومثل ما بتعرفوا أحد ما بيمدح حاله، بس من أطيب الطبخات ومن أكثر تنوع هي الطبخات والأكلات السورية، إن كان بالحلو وإن كان بالمالح وإن كان بالسلطات. يعني الحمد لله عنا تنوع كتير حلو، وبيخليك تستمتعي وإنتي عم تطبخي الأكلة وريحتها وزكاوتها والطعمة والألوان والخضرة. يعني أنا الصراحة بلاقي حالي بالمطبخ، ما بس بالطبخ، بترتيب الطبخ. يعني أنا بحب البرزنتيشن تبع الطبخ أو التقديم تبع الطبخ، يعني هذا كتير بيستهويني وكتير بستمتع فيه. وبعد ما عاد أطبخ وأعمل صفرتي الحلوة ورتبها، ببعث هالصور لرفقاتي، وبتلاقي كل جاراتي صاروا عندي إن كان بنفس اليوم أو ثاني يوم. وهذا اللي بدي إياه بالنهاية، يعني أنا هذا اللي بدي إياه. أنا بدي أجمع الناس ويكون كلهم حوالي، يعني هذا اللي أنا عن جد بيسعدني. أو طبعاً ما رح روح هالفرصة إلا لدخلكم معي على مطبخي على مملكتي، وأرجيكم بعض الطبخات السورية اللي بيستنوها مني أغلب رفقاتي هون بالدوحة. شو رأيكم؟ دائماً لما أعزم الستات إن كان المواطنات أو من غير الجنسيات، بحبوا يدوقوا أطباقنا السورية. اليوم إن شاء الله هعلمكم بعض الأطباق، خليكم معنا وخلينا نروح على المطبخ. يلا اليوم حنعمل هيك كم أكلة ظريفة وسهلة ومناسبة للستات الصغار والستات الكبار. يعني أشياء سهلة، وحعلمكم كيف بنعمل من مكونات وحدة للطبخات، حنشوف شلون. بداية حيكون حنعمل بالبداية طبق السلطة أو المقبلات. اليوم اخترنا الفتوش، وحنعمل كمان بالنسبة للطبق الرئيسي اخترت 3 أطباق اللي هي فتة المكدوس، الكل بنعرفها، هي من الأطباق السورية المشهورة.
بنفس الباذنجان تبع فتة المكدوس حنعمل شيء طبخة اسمها باذنجان مشطح. هلا بورجيكم شلون. طبخة ثالثة مثل من الفتة حأعملكم شيء اسمه فتة شاورما، سهل كتير وكتير طيبة. أول شيء حنبتدي بالمقبلات. هلا عنا نحن مقبلات كتير بالمطبخ السوري، بس اليوم اخترت لكم الفتوش. الفتوش هو من الأطباق المقبلات السورية اللي مليانة خضرة ومليانة فوائد، وطبعا بتقدر تساوي ست البيت بالطريقة اللي هي حاببتها. اليوم أنا عندي خيار، عندي فليفلة ملونة، عندي خس، عندي كمان نوع من أنواع أوراق الخس صغيرة، عندي نعنع، عندي بندورة، وعندي بقدونس، وكمان فيك تزيدي بقلة، في أي أوراق خضرة عندك إياها بتقدري أنت تكوني الفتوش اللي أنت بتحبيه وولادك بحبوه. حنبتدي هلأ بالخيار المقطع، بدوق له على التعيين. أنت دائماً اشتغلي على النظر وشوفي شو بتحبي أكتر. في ناس بيحبوا يزيدوا البندورة أكتر، في ناس بتحب تزيد الخيار أكتر، في ناس بتحب طعمة الخس تكون ظاهرة أكتر. حطينا الخيار، حطينا هلأ الخس، حطينا كمان منحط الفليفلة. بتحبي فليفلة ملونة، بتحبي فليفلة خضرة، اللي موجود عندك لا تتقيدي ولا تتلبكي. ومنحط شوية نعنع أخضر، ما عندك نعنع أخضر فيك تحطي نعنع ناشف، اللي موجود عندك بكل شيء بيطلع طيب. وبحس البصل شيء أساسي بالفتوش، وفي ناس ماله ما كتير بتحب البصل، فأنت وراحتك بتحب تحطي بصل أو توم أو تخليها مثل ما هي، كله بيطلع كمان طيب. شوية أوراق، أنا بحب البقلي كمان فيها، بس البقلي إلى أيام ومواسم وما كان هلأ موسمه. هي صار تقريبا خضرة الفتوش جاهزة، منحركها مظبوط. هي ملح طبعا حسب الرغبة، إذا بتحبي شوي نزيد نعنع ناشف وشوية فليفلة حمراء حلوة. طبعا منزيد عنا شيء أساسي، الليمون طبعا بأي طبق سلطة لازم الليمون، أكيد حسب الرغبة. أنا بحب حط شوية خل، أو ممكن تحطي بلسمك على اللي بريحك أنت شو بترغبي. وطبعا دبس الرمان هو اللي بجيب النكهة الطيبة للفتوش. منزيد شوية دبس رمان وطبق الفتوش. شفتي ما أسرعه؟ صار جاهز. هلأ نحنا عنا خبز مقلي منحطه فوق الفتوش، ممكن يكون مقلي، ممكن يكون مخبوز بالفرن، على راحتك. وهلأ بدنا نبلش بالمين كورس، خليكي مركزة معي وشوفي كيف حنعمل المين كورس بطريقة سهلة ولذيذة وبثواني. بداية حنبتدي بالباذنجان. عنا الباذنجان مثل ما أنتم شايفين، هذا الباذنجان الصغير هو الباذنجان اللي بنستخدمه للمكدوس، لفتة المكدوس، وبنستخدمه للباذنجان المشطح. بعد ما نقشرها ناخدها ومنقليها بالزيت ومنجهزها عنا، وتكون جاهزة لنستعجل ونشتغل فيها على السريع. منبلش بباذنجان فتة المكدوس. نعمل الخطوات طبعا. عنا بداية لازم نعمل الحشوة تبعه. الحشوة عبارة عن بصل مفروم ناعم ولحمة مفرومة. أنا الصراحة اللحمة بغسلها كمان حتى لو إنها مفرومة، مشان هيك تفرفت معي وتكون نظيفة وما فيها زنخة. هلأ حنعمل حشوة الباذنجان. أول شيء حنحط سمنة، أنا بحط الصراحة سمنة وزيت. منحط شوية بصل فوقهم، أنا بحب يعني نكهة السمنة بالأكل كتير طيبة، ونحن على فكرة بسوريا كتير بنستخدم السمنة. منحط شوية لحمة مفرومة، منجيب بنحط شوية ملح طبعا حسب الرغبة فوق اللحمة. أنا دائما الصراحة بهيك طبخات ما بستخدم توابل كتير، استخدم الملح والفلفل فقط. ليش؟ لأنه بدنا نحن نكهة اللحمة الأصلية تطلع. لحمتنا استوت وصارت جاهزة وعطت اللون الحلو اللي بدنا إياه. هذا اللون اللي بدنا نوصل له. سوينا اللحمة، تركناها لتبرد شوي. بهذا الوقت بدنا نساوي الصوص تبع الفتات. عنا نوعين فتة، فتة الشاورما وفتة المكدوس. فبنبتدي طبعا بناخد شوية سمنة وزيت، أو سمنة أو زيت مثل ما حكيت لكم من شوي. نحط البصل،
بنحرك البصل، لما تدبل البصلة بنكون نحن شو عاملين؟ بنكون عنا طريقتين، إما إذا بتحبوا من نترم البندورة ناعم بعد التقشير، أو إذا بتحبوا تفرموها على أو تبرشوها، أو عندكم طريقة تانية بالخلاط نخلطها. شو رح نزيد لها؟ رح نزيد لها معجون البندورة بس شوي تغلي على حسب لون البندورة. لقيتي البندورة عندك فاتحة، كتري معجون البندورة أو معجون الطماطم. ولبين ما تتعقد عنا البندورة وتستوي ونلاقي قوامها هيك صارت سميكة ومتماسكة مع بعضها، منروح لعند الباذنجانات وبنبلش أعلمكم كيف بنحشيهم. عنا الباذنجان تبع المكدوس مثل ما قلنا، مقشرينه حبة حبة من جهة A ومن جهة لا بتحب تقشري كامل، هذا شو بيرجع لك. منقص قصة صغيرة من هون بحيث نقدر نحط فيه اللحمة، نفتحه بهالطريقة هاي ونحط فيه لحمتنا. هلأ في ناس بتحب تحط مع اللحمة والبصلة شوية صنوبر، طبعا هذا بيرجع لحسب الرغبة. نحن عاملين كم وحدة قبل مشان الوقت، نصفهم بهالطريقة بعد ما نحشيهم جنب بعض. هلأ تقريبا طبقنا هذا صار جاهز، منكمل الحشي تبعه ومنصفه كامل مثل ما قلت لكم، شوية مي على الوش وشوية فلفل وملح، منغطيه ومنحطه على النار مدة 10 دقايق ربع ساعة بس، بحيث يتعقد وياخذ المي من طعمة الباذنجان، وهذا طبقنا بيكون هيك صار جاهز. منبلش نعمل اللبن خاص بالفتي. منحط اللبن بالأول، منشوف نحن الكمية اللي استخدمناها ومنشوف قديش منحتاج. منحرك اللبن مظبوط، طبعا حطينا اللبن. هلأ بعد اللبن شو بدنا نحط؟ كمان مكون رئيسي عنا الطحينية، عنا الثوم، عنا الليمون، شوية ملح، وبكون صار صلصة الفتة جاهزة. ناخد ثوم شوي، منحط الطحينية طبعا على حسب الكمية الموجودة، مثلا ممكن معلقة صغيرة أو أكثر شوي، كمان برجع بقلك على حسب أنت النكهة اللي بتحبيها. دايما اختاري النكهة اللي أنت بتحبيها واللي ولادك بحبوها. اللبن صار جاهز وصلصة المكدوس صارت جاهزة، وعنا صلصة الفتة الشاورما جاهزة، وطبقنا كمان الباذنجان المشطح كمان استوى، قعد 10 دقايق على النار. هلأ حنجيبه من على النار ونأرجيكم طريقة التقديم مع بعض. هلأ خلينا نشوف كيف حنقدم هذا الطبق. هذا الطبق طبعاً بيتاكل جنب رز بشعيرية، بنعمل رز بشعيرية وعلى جنب منحط هالطبق، كل إنسان بيقدمه بالطريقة اللي هو بده إياها. ناخد حبة وحدة، هاي الحبة منحاول ناخد شوي من الصلصة فوقها. بتتذكروا اللبن اللي تركناه وقلنا للباذنجان المشطح؟ منجيبه ونحطه بهالطريقة هاي، وهيك منجيب شوية صنوبر، حبة بقدونس. طبعا انتو مثل ما بتحبوا تقدموا طبقكم بتقدموه. منجيب الطبق خاص بفتة المكدوس، بناخد كمية خبز على حسب الطبق اللي موجودة عنا، كمان منحط شوي من الصلصة، منحاول انه الخبز كله نغرقه بالصلصة. بناخد اللبن منحطه فوق الخبز المقلي، هنبلش نصف الباذنجان حبة حبة فوق الفتة. الطبق طبعا منزينه بالبقدونس، هاي المكسرات
آخر اللمسة الأخيرة اللي هي بسموها طشة السمنة. هلا عادة بنكون عم نقلي نحن بلحظتها القلوبات أو المكسرات مع السمنة وبنحطهم هيك مع بعض منطشهم، أو في ناس بترغب للثوم المقلى بتقليه مع السمنة وبتحطه فوق الـ فوق الـ فوق الفتة، كل حدا ورغبته. منطش السمنة هلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصحن الفتة صار جاهز. اليوم حنسكب فتة الشاورما بالجرات. شلون بدنا نعملها؟ نفس طريقة أي نوع فتة. منجيب الخبز، منحط على الجرة خبز، منحط شوية صلصة اللي عملناها مع البصل والملح والفلفل وعقدناها بطريقة طيبة، شوية من اللبن منحطه على الوش، بعدين منجيب الشاورما اللي حكيت لكم ممكن تشتروها، أنا برأيي اشتروها أسهل وأطيب لأنه حاطين فيها دائما هني أدرى كيف يحطوا النكهة العربية تبعها. وأطبق فتة الشاورما صارت جاهزة، وصدقوني إذا بتذوقوها كتير 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 طيبة. وهيك أطباقنا صارت جاهزة، من الفتوش لفتة المكدوس للبيتنجان المشطح لفتة الشاورما. بتمنى تكون أطباقنا اليوم عجبتكم، أطباقنا كانت سهلة وسريعة. هذا اللي كنت حابة أوصلكم يا اليوم، إنه بطريقة سهلة وبسرعة بنقدر نمد صفرة بتاخد العقل. ومثل ما شفتوا اليوم، هذا هو يومي اللي بقضيه بالدوحة ببيتي مع رفقاتي برا البيت بين أولادي وبين أصحابي بمطبخي. هيك الأيام بتمرق بالدوحة، من أجمل وأروع الأيام، كل يوم شكل وكل يوم لون.